سعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. كاينين الرجال أنا باش نمشي نخرج تمنى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاج احنا حدا لومبيلونس، اي راني حداهم، راني حدا لومبيلونس الحاج، راني حداهم. يلا خويا يلا خويا سير. إذن مشاهدينا الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظات أليمة كتمر بها هاد العائلة بعد وفاة هاد الشاب العشريني واللي توفى نتيجة حادث سير خطير وهو في الطريق ديالو باش يشري. الله يرحمه ويسكن ويستعلي ضيقة القبور يا ربي، ويصبر العائلة ديالو والأم ديالو والوحيد ديال العائلة ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. اش كنقول للوليدات، ردوا بالكم في الطريقة، ولدي ردوا بالكم، خصوصا السائقين ديال الدراجات النارية. هنا تنوجهوا رسالتنا للسيد والي جهة الدار البيضاء، سطات هذا الحديد الكبير، راه خاص تفعيل القانون أنه ما يبقاش يدور في المدينة. راه الرمايك والكميوات اللي كيتسبوا في حوادث اللي هي مميتة كل نهار، خاص تفعيل ديال القانون أنه يتم المنع ديالهم من التنقل وسط المدينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا شاب سعد في مقتبل العمر، شاب عشريني متخلق مربي وليد، ما عنده لا بليه لا والو، كلشي كيشهد بدمات الأخلاق ديالو، محب لفريق الرجاء، جا من العمل ديالو حسب تصريح ديال العم ديالو، جا تغدى غسل مشى باش يقطع التيكي ديالو باش يتفرج الفرقة ديالو اليوم مع فريق وجدة، ولكن شاءت الأقدار وشاء الله سبحانه وتعالى أنه يختاروا ودار حادثة سير مميتة مع رموك، وكان على متن الدراجة ديالو النارية. شاب العمر ديالو 23 سنه، فهاد لحظات الوصول لجثمان ديالو غادي يتم نقله الى المقبره ديال تات مليل وسط الحزن وبكاء ودموع الاصدقاء اللي في السن ديالو، صحابو وصحاب الاب ديالو. الاب ديالو راه يلاه داير مسكين عمليه جد خطيره، يعني الناس ملي شافوا الوثاق ديال الجنازه حدا الباب كانوا كيسحبوا الاب ديالو، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. لأن الأصدقاء والأقارب والعائلات كلهم جاوا باش يودعوا سعد الوداع الأخير، صعيبة بزاف، يعني عيد أضحى كيتسناو. مسكين مشى شرى الحولي مع عمو، هو اللي اختار الحولي، ولكن للأسف الشديد الأقدار الإلهية والله سبحانه وتعالى فضل على أنه يكون إلى الجوار ديالو بهذه الطريقة. هذه طريقة محزنة، وليدات كيبكيو مساكن، صحابو ما كانوش كيتفارقوا معاه حتى تجيك هذه الخبار هذه. إن لله وإن إليه راجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله،
هكذا ودع عائلة وأصدقاء وجيران سعد هذا الشاب الخلوق اللي مشى ضحية حادثة سير مميتة، حرب الطرقات اللي ما بغاتش تسالي، حرب الطرقات اللي يوميا كتحصد لنا عدة أرواح، كيمشي وليداتنا نتيجة تهور بعض السائقين. الله يرحم سعد ويستر عليه ضيقات القبور. لأن مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات يتم نقل جثمان الشاب سعد الله يرحمه ويستر عليه ضيقات القبور، يتم النقل ديالو إلى المقبرة.